في الدستور وفي قانون مجلس النواب وفي تعليمات مجلس النواب، انتخاب رئيس مجلس النواب من داخل أعضاء مجلس النواب، كونهم يمثلون كل الشعب العراقي. وانت شايفها صار 9 أشهر بلد يفتقد الى رئيس مجلس نواب. زين، البارحه اجت البرقيه من وزير الخارجيه الامريكي وهي انتخبوا رئيسا لمجلس النواب، لا تخلون هذا المنصب شاغر. هاي شنو هاي؟ اذا انتخبتوه دقيقه دكتور، هذا كلام مهم. برقيه من وزير الخارجيه الامريكي؟ نعم. للقوى السياسيه؟ المن بالضبط؟ نعم. المن بالضبط؟ هم دائما تدري هم العدوان. وين دكتور، وين السياده والقرار السياسي وغيرها؟ هم قاعد يوقعون بالاخطاء. زين، يعني انتم ما معقوله 9 أشهر ما قدرتوا تخلون البرلمان بدون رئيس لحد الان؟ رئيس ما خلوه ينتخب. زين، كل يوم انا اقرا البرنامج والمنهاج، ماكو انتخاب رئيس البرلمان، ماكو انتخاب رئيس، ماكو ماكو ماكو. ليش؟ ليش؟ يردون اللي يدافع عنهم بالبرلمان، يردون اللي يمشي قوانينهم باكر عقبه. عندنا انتخابات، عندنا قانون انتخابات، عندنا مفوضيه لازم نبدلها. فاذا رئيس البرلمان اللي نقعده على الكرسي راح يستمع لنا، احنا هذا نجيب نقعده. واذا لا هذا يشط عنا، احنا ما راح نسمح له ان يقعد على كرسي رئيس مجلس النواب. زين دكتور، الى متى نبقى تحت طائله التدخلات الدوليه والاقليميه؟ والله طالما احنا مشينا بالمحاصصه، نعم، وطالما ان القوى السياسيه اللي هي عملها سياسي وليس برلماني ولا وزاري هي اللي تقود الامور، فلن نصل الى نتيجه مع هذا المنهج.